الماشي بيعونا يا أهل الدار. يا أهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار والسكر قلبه دايب. يا أهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار والسكر قلبه دايب. يا أهل الدار دارت فينا العلي والورد زرار حنوا عالورد غطي. يا أهل الدار دارت فينا العلي والورد زرار حلو. شو هيدا من ذكرنا بس أكثر؟ يا أهل الدار من فيروز، من مسرح، من فيلم. فيلم سفر بالي. أوكي. من 1967 أكيد عم نحضرها هلأ. ما فينا يعني بغنى عن التعريف فيروز وهالحقبة، يعني 1900 آخر الستينات عم نصير، عم نقرب على آخر الستينات. بعد ما حضر لكم أغاني حلوة كثير. أوه بعد النهار بعده هلأ بعد النهار طويل في أوله، وبعد في كثير من الضيوف كمان إن كان بالستوديو هون أو حتى مع رولا اللي رح نرجع لعندها هلأ فورا ونشوف شو عم بيصير، كيف بلشت الحركة تزيد شوي شوي عن جديد. لإلك رولا. نحن معكم وبعدنا مستمرين من شارع بلس، والغنية كتير حلوة جان. ثانك يو، خليك عم تحط لنا هيك أغاني وهيك أرشيف وموسيقى حلوة. معي بشارع بلس معنا المصمم عطلة، بشارع عطلة. أهلا وسهلا فيك. بونجور. بونجور. بالبداية شو هالحلو؟ فينتج. بتعرفي هلا المهرجان اليوم هو كله 60s and 70s، فكان ضروري يكون هيك فايت شوي بالمود. وطبعا جايب معي كتير تياب لكل العالم اللي راح يلحقوا يجوا عبلس، فمعقولة يكون عندهم الحظ انه يلبسوا اوتفيت 60s او 70s يكزروا فيه بالشارع قد ما فيهم ينزلوا بكير ليلحقوا. اكيد. وما تعتلوا هم الشتي لانه apparently مش الحال وصايد. بس نحن كنا عم نقولهم حتى لو عم تشتي اكسبيريانس نو هي اكسبيريانس، بس العالم اوقات هيك بيستحوا من الشتي اول مره وهيك ما تستحوا. فاذا انت اليوم جايب معك خزانه، والاشخاص اللي راح يكونوا كمان هون عم يجوا يلي عباله يرجع لايام الستينات والسبعينات، وين راح تاخذهم؟ راح اخذهم على بيت من هدول البيوت القديمه مكتوب عليه بشاره انليمتد فينتج. منفوت لجوا مننقي شيء هيك لذيذ، قميص، كرافات، جاكيت، فستان قصير، فستان طويل، اوفرول، جامب سوت، مننقي شيء شغله. الدبانة طالعة بالك صور قد ما حاطة سبراي أنا على راسي. وفيهم يعملوا الاكسبيرينس اللي قلتي عنه، يتمشوا على بلس مثل كأنه عن جد بالستينات أو بالسبعينات. وأنا عزمت أهلي يجوا، فأنا بقول لكل العالم اللي أهلهم أو هن جايين تعوا ما تخافوا، اتس ريلي فن، عن جد كتير لذيذ الجو، والمي كتير حلوة. أنا كتير مبسوط إنه شتت، حيصير عندنا مي. حكي الحال بدي ارجع لهيدا العصر، عصر موضه بايام الستينات. قد ايه برايك بعدنا فينا نعيش بهالموضه، وقد ايه يمكن نقدر نتذكرها من خلال ثيابنا وبعدها فيها تكون موجوده بهالعصر اللي عم نعيشه؟ هلا هو صراحه بالستينات والسبعينات كان في البوم تبع كل شيء، كان في نهضة كتير كبيرة للموضة، طلع أهم أسامي بعالم الموضة اللي بعدهم عندهم دور أزياء لهلأ. وطبعاً الموضة عم تتجدد كل سنة، بس هي طبعاً ما بتموت. يعني الموضة مش اللي منسميها فاشن، الموضة اللي هي الستايل. يعني هلأ أنت اليوم رولا لابسة شيء كتير بيشبه الستينات، الكوب شانيل شوي أعلى من ركبة بس it's okay. الفكرة إذا بدك الروح تبع هالفستان اللي أنت لبستيه كتير بيشبه الفساتين تبع الستينات اللي تميزوا كتير فيهم ستات كتير مهمين، كندي ليديز، في كتير عالم لبسوا هالفساتين. أكيد الموضة عم تتشدد كل سنة، بس بكل سنة عم بيكون في شيء كتير أساسي مأخوذ من الستينات والسبعينات، لأنه بتصور في شيء هلأ صار وصلوا العالم لمرحلة صار في شيء بيشبه برودكشن او ديزاين فريز، فعم بجربوا العالم يرجعوا للقديم ويرجعوا. يعني برايك فينا نرجع نستفيد من هالموضه ومن هالعصر وايام الستينات والسبعينات هلا؟ اكيد. ومش بس انه نستفيد من الموضه، فينا نستفيد حتى من الثياب القديمه اللي موجوده عند اهلنا او عند فينتج. وهلا بالعالم كله صار هيدا الشيء كثير مهم، صار العالم بيسافروا ليلاقوا المحلات الفينتج الاندر جراوند اللي ما حدا بيعرف وينه، بيسالوا بفتشوا في عندك. بدنا تياب فينتج رح نجي لعندك ضروري لازم انه ايه من الاخر فتشوا عبشاره.
شارع انا بدي اقول لك ثانك يو اكيد، ورح نرجع نشوفك هون ونشوف. بس هلا بس تلبس حدا عيطنا نروح نصور ونتصور حدهم. اوكي من برلين ستريت تو بيروت. اكزاكتلي سي يو بعد شوي، ما تروحوا لبعيد. بيس ثانك يو. ميرسي لك رولا، اكيد سلمينا على بشاره كثير، يعني عن جد هالكوليكسيون الفظيعه اللي عنده اياها، بعرف انا انه قعد ايام طويله حتى قدر انه يجمع. نحن رح